الحمد لله رب العالمين. اليوم ببركة دماء شهدائنا رضوان الله تعالى عليهم نذهب لأداء فريضة الحج لهذا العام. طبعا أنا حفيد الشهداء، جدي وجدتي وأخوال اثنين وبقية الأسرة كانوا معتقلين في سجون الطاغية صدام. نشكر دولة رئيس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني، وكذلك نشكر رئيس المؤسسة سيد النائلي على اهتمامه بشريحة الشهداء، ونحن شهداء النظام البائد. والحمد لله رب العالمين، تسهيلات جدا عالية، نشكرهم على حسن التنظيم. وكما ترون الآن اليوم أول قافلة تذهب هي قافلة الشهداء والمضحين، وحقيقة رد جميل لدماء الذين ذهبوا رضوان الله تعالى عليهم. نشكر هذه المؤسسة الرائعة بالتنظيم، ونشكر كادركم المميز. احنا نشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة هاي الفضيلة اللي أنعم علينا وذهابنا إلى بيت الله الحرام. وبذلك ونشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر السيد رئيس الوزراء على هاي المبادرة، مبادرة من ضمن شهداء سبايكر. أنا بالنسبة نيابة عني وعن أوائل شهداء سبايكر أقدم جزيل الشكر إلى رئيس الوزراء محمد السوداني، وأقدم شكري إلى السيد النائلي رئيس مؤسسة الشهداء على هاي المبادرة، وبارك الله بهم والله يحفظكم إن شاء الله. يما إحنا نشكر المؤسسة، مؤسسة الشهداء قاموا لنا بخدمة هواي، وأنا أم شهيدين ثلاثة، واحد من نظام البائد واثنين نرهاب. أي وتسهيلات سوونا وخدمة جيدة والحمد لله والشكر.